المطبخ المكسيكي من المطابخ اللي تتفق إلى حد كبير جداً مع ذوقنا العربي في الأكل. عشان كده أنا قررت النهاردة إن إحنا نعمل طبق التاكو، والتاكو ده من الأطباق السهلة اللذيذة اللي فيها طعم وفيها ملمس وفيها كرانش وفيها شغل كتير قوي، ولكنه في نفس الوقت سهل جداً. تعالوا نشوف هنعمل الوصفة دي إزاي مع بعض. كده بتغني تحفة. لسه طرية، بتدخل لجوه قوي لما بلمسها، فهي محتاجة لسه شوية سوا كمان بس مش كتير. كده الطبق بتاعنا تقريبا خلص. كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا اركب الطبق مع بعض. ابسط من كده مفيش، ولا احلى من كده فيه.